التقى فريق برنامج الألوان السبعة مع أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس الوطني السوري الدكتور نجيب الغضبان، الذي أكد على حتمية انتصار الثورة السورية بعد مرور عام على انطلاقها، ورأى أن الوحشية المفرطة التي يستخدمها النظام السوري تعكس حالة يأسه الكامل. استفزازات النظام واستمراره في الجرائم سيضع هذا المجتمع الدولي أخيرا أمام مسؤولياته، وقد يكون أنا في اعتقادي يعني إرسال رسائل موحدة لكل المجتمعين بالحد الأدنى في ضرورة التزام النظام وتنفيذ خطة عنان، هذا شيء أساسي. ولكن أيضا نلمس أنه في مواقف متقدمة لبعض الدول مستعدة الآن لدعم حق الشعب السوري في الدفاع عن نفسه. أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس الوطني السوري أثنى على الدور التركي في إغاثة ومساعدة النازحين السوريين، مناشداً المجتمع الدولي الوقوف بجانب الشعب السوري. نحن نشكر كل الدول يعني لما تقدم لهؤلاء الناس. تركيا تقوم بجهود كبيرة، أنا عدت لتوي من زيارة مخيم على الحدود الأردنية، الأوضاع صعبة جدا. أنا أعتقد هنا الدول القادرة على المساعدة ماليا يمكن أن تساعد بشكل كبير. لاحظت في الأردن مثلا هناك كان بحاجة إلى مستشفيات متخصصة لعلاج بعض الحالات المصابين التي تأتي من سوريا، فيمكن العمل حقيقة الآني الفوري من قبل هذه الدول. بعضها أعلن التزامات مالية، نريد أن نوجد الأطر الصحيحة والسليمة لتحسين أوضاع هؤلاء اللاجئين لأنهم دفعوا ثمن معارضتهم للنظام ومطالبتهم بالحرية. المعارض السوري نجيب الغضبان أكد على تصميم الشعب السوري على المضي قدما إلى آخر الطريق بعد أن كسر حاجز الخوف وقدم تضحيات عزيزة ولا زال للوصول إلى حريته وكرامته، ولن يتراجع مهما كانت التضحيات. لبرنامج الألوان السبعة، رامي عبد العال، اسطنبول.